بسرعة الصاروخ وضيع الوقت على الفريق الثاني ووقف اللعب وانطلق إلى الملعب. يمكن قبل أنا نعرف مين هذا اللاعب الخطير واللاعب الهواء، خلونا نشوف اللقطة بداية عن طريق الشاشة ثم نعود لنتعرف على هذا اللاعب الغزال الخطير. اتجاه الملعب ضاربا بعرض الحائط طقوس حرمته، فركضت خلفه العدسات ليسرق الشو الملعب ممن لعب أدوار بطولته. فما كان من رجال الأخضر سوى معانقته وشافعين له خروجه عن النص، مؤمنين بأنه لا كنترول على مشاعر فطرتها لغة الانتماء للأخضر. بالطبع من ينزل أرضية الملعب يدرك حجم الضرر الذي سيلحق به، بل ويدرك أن القانون لا يرحم من خرج عن عرفه. فهل حسبها ذلك المشجع جيدا أم في حب الأخضر؟ أكيد في حب الأخضر كل شيء يهون. جمال بن خريطان طبعا واحد من المشجعين المخلصين لنادي الشباب. أنا أعرف أن ريلك متعورة، يعني ما أدري هذه بعد ما جريت في الملعب ولا قبل؟ لا، هاي طال عمرك قبل. قبل أنا ناقد من قبل ما الحديد هذا مستعجل وعبالي صفر الحكم لقيت داخل تحت تعورت ريلي بس ما حسيت فيها. وصرت عند كارلس. بس مو اول مره تسويها. لا هاي صارت الاهلي لقيت شليت الكاس مال يد. هاي ما باول مره متعودين عليها، يعني تخصص. هي متعود عليها. بس انا اخر مره كان هياي من اللاعبين عبيد هبيطة في 92 أنا وهو ولا هذا كله محل أنا موجود. زين هو اعتزل وتم إداري وأنا بعدين مشجع. يعني هذه مو أول مرة تنقز. لا ما أنا أذكر مرة أني قز سويت نفس الحركة في 92. لا نقز مرة من في 92 على أساس يأخذ إجازة من الدوام في 92 وسير يشوف المباراة في بوشر هناك نقز. اول شيء ابارك لي ما خليتونا مبارك لي رئيس الدوله ولي عهده، وابارك لي حكام الامارات على هذه البطوله، وابارك لي حكام دبي خاصه شيخ محمد بن راشد ال مكتوم، شيخ حمدان بن محمد ال مكتوم، شيخ مكتوم بن محمد ال مكتوم، والشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، ونبارك للشيخ سعيد المكتوم رئيس النادي ونائبه الشيخ منصور بن محمد. موضوع المباراة هذه وشوشتني من قبلها بيوم. هاي المرة قبلها بيوم. كيف؟ كان وياي بعد يوسف المري، أبو حمد يوسف المري كان وياي في نفس المسجد اللي أنا نصلي فيه. بعد نفس السبب عبد القادر؟ لا عبد القادر غير. كان كل في كل مباراة وشوش لازم ما أكون ويا الإمام، ما أعرف شو يقول. أنا أفكر بعد تليفون وسالفة؟ لا ما بتليفون ولا شيء ولا هذا، بس أنا واحد من الأهلاوية قال لي بتشوف مفاجأة في مباراتنا أول ربع ساعة. زين دقت هاي الربع ساعة هذه تمت في بالي. الحين الإمام صلى ثلاث ركعات المغرب نصلي. زين وأنا على بالي ركعتين. يوم بيت انا اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عدالي واحد بعد من الشباب منه قال لي شو بلا، قلت مصلي ركعتين، قام مصلي ثلاث ركعات المباراه باشر ما باليوم. خبرنا الان علاج الريل وين بيكون؟ المانيا اكيد. لا والله انا كدمه بسيطه يعني، وان شاء الله
بس شو سالفة المنتديات والعملاق وانك يا الناس كلها عارف العملاق منو؟ انا ما اعرفه. ها؟ انا ما اعرفه. انت العملاق. شو السالفة؟ يعني في يعني كتاباتك الناس كلها تقراها وتتابعها يعني غريبة. نسوي شوي وشوشة، نسوي شوي جو. نسوي جو؟ نسوي شوي جو، شوي وشوشة. لازم ويا الأهلاوية شوي، بس تعال أنا بالنسبة للجمهور الأهلي أنا مستغرب من شيء. من شيء؟ هي وعقب استفسرت فيه. لما جاي المباراة متأخرة. لأن عندي ظروف عائلية وما لهم أطلع من البيت، صار لي سنتين وعرف. وهذا جاي هذا نادي الأهلي كلها سيايير فل، ما تقول المباراة عندهم. شفت المباراة. ترى هم جايين في باصات جمهورهم هم بيتين نية ضامنين الفوز علينا على اساس ياخذون الكاس ويردون يمشون، بس الحمد لله ردوا يمشون مغلوبين. وانت ما كنت خايف تغلب يعني؟ انا خايف اغلب، هي مباراه فوز وخساره، لكن فريقي انا ضامننا عارف انه فريقي زين. ايضا يمكن خلى نتكلم